فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن أشتري أضحية ثم أهديها لشخص قبل أن أذبحها؟ إيه؟ هل يجوز أن أشتري أضحية ثم أهديها إلى شخص؟ تهديها له يذبحها عنه هو لا بأس، أما أنك تهديها على أنها أضحية لك لا، لا بد تذبحها، تهديه من لحمها إذا أردت أن تهديها له ما من لحمها، أما الذبح مقصود لا بد من الذبح. نعم.